في أفغانستان دعت حركة طالبان إلى مقاطعة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والمقررة في 7 من نوفمبر القادم، مهددة بعرقلة الانتخابات عبر تنفيذ أعمال عنف تستهدف المقر الانتخابية. وتزامنت تهديدات حركة طالبان مع انطلاق الحملات الانتخابية لجولة الإعادة التي يتنافس فيها كل من الرئيس المنتهي ولايته حامد كارزاي ووزير الخارجية الأسبق عبد الله عبد الله. وسط إحباط شعبي ومخاوف أمنية متزايدة، انطلقت الحملة الانتخابية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الأفغانية، ويتنافس في هذه الجولة المقررة إجراؤها في 7 من نوفمبر الرئيس المنتهية ولايته حامد كارزاي ووزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله. وكان عبد الله عبد الله قد استهل حملته الانتخابية بالتأكيد على مواقفه الثابتة والتي يسعى خلالها إلى تحقيق مصلحة الشعب الأفغاني. تركت حكومة كارزاي قبل نحو 3 سنوات ونصف، ومنذ ذلك الحين لم أحاول العودة إلى الحكومة والمشاركة في نفس الوضع الذي كان آخذا في التدهور، وليس لي أي مصلحة في مثل هذا السيناريو، ولكن من أجل مصلحة بلدي عدت لحلبة المنافسة. وفي حال فوز كارزاي في إطار عملية شفافة ونزيهة فسأكون أول من يهنئ. ومع بداية الاستعدادات لانطلاق جولة الإعادة، أطلقت طالبان دعوة لمقاطعة الانتخابات، مهددة بالانتقام من الناخبين الذين يشاركون في هذه العملية الأمريكية على حد وصفها، وهو الأمر ذاته الذي فعلته في الجولة الأولى. ودعا البيان أيضا مسلحي طالبان إلى شن هجمات على القواعد العسكرية الأفغانية والغربية قبل الانتخابات وإغلاق كافة الطرق السريعة قبل يوم من بدء التصويت. الأفغان أنفسهم يشعرون بخيبة أمل سياسية، وتلقي هذه التهديدات بظلالها على نسبة المشاركة التي من المتوقع أن تقل أكثر من الجولة الأولى التي لم تتجاوز 38% من الاقتراع الذي شابته أعمال عنف وتزوير مكثفة. من جانبه أكد ريتشارد هولبروك المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان أنه يتوقع مخالفات أقل في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الأفغانية، معربا عن أمل بلاده في العمل مع الرئيس حامد كارزاي إذا فاز بالمنصب. يذكر أن لجنة الطعون الانتخابية قد أعلنت بطلان أكثر من 1,000,000 صوت مزور لحساب كارزاي، أي ثلث البطاقات التي تم فرزها في النتائج الأولية، لتنخفض نسبة الأصوات التي حصل عليها إلى 49.6% مقابل 30.6% لعبد الله، وهو ما تطلب إجراء جولة إعادة بين الاثنين.